طول بيني ديال الهواء ملي تقلى، درت واحد شويه ديال السكر ودرت عليه ساشي تاع سكر فاني، تاع سكر فاني باش تجي فيه ديك النكهه ديال الفاني. شفتوا تبارك الله نص كيلو كيخرج لينا كميه كبيره، واش غنقول لكم كيجي زوين غزال. انا غنجي نحل معكم وحده وانتم شوفوا سخونه، هذيك راه بنتي اللي كتدير في السكر، شوفوا كيفاش كيجي، شوفوا كيجي خاوي من الوسط، كيجي غزال 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 البنات، جربوه خليه يحمر انتم، كيجي خاوي من الوسط. ما نقولش لكم واحد المذاق كيجي فيه شحال زوين. وبصحة والراحة، اللي عجبو الفيديو ديالي ما ينساش يدعمني باللايك، والبنات اللي بحرات تلاقوا بينا مرحبا بكم والسلام، مرحبا تنساوش ديروا لينا ابوني، ما تنساوش تبركوا على الجرس الاحمر باش يوصلكم كلشي الجديد ديالي اذا كنتو عجبكم بطبيعه الحال. ونهاركم مبروك وبصحة والسلامة، وباش ما تمنيت ان شاء الله ديك راه بنتي اللي دايره زمارة وكاع داك الزمار. صوفيا تي فو اغيتي سو بلي، فرحانة لانيفيرسير تاع صاحبتها، اهلا وسهلا البنات كي دايرين لاباس عليكم، صحيحة مزيان، نتمنى اموركم يكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم تعرفوا كاين نهار الحد، خصنا ندير واحد الكوتي للدراري اللي هما اللي اختاروه، اليوم حنا ما خارجينش قاعدين في الدار، غادي ندير واحد البيني اللي زوين 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 كيحماقوا عليه الدراري، بيني ساهل وما فيهش شي تقنيات بزاف. هنا عندي باكيه تاع الخميره تاع 7 غرام، والمعلقه تقريبا تاع الخميره، معلقه هكذا تاع الخميره، غندير عليها هنايا عندي كاس ونص ديال الماء، غندير واحد النص، وغندير عليه واحد جوج صاشيه ديال السكر فاني، ونحرك شويه هكذا هكذا يدوب شويه. هنا غنجيب شويه الملح، الملح غنديرها هي لخر، ندير واحد المعلقه ديال السكر ولا حتى جوج معالق، دير جوج معالق هكا، ندير بيضه ندير واحد نص معلقه صغيره تاع الملحه. هنا غندير في جوج معالق ديال الزيت، واللي بغى يدير جوج معالق ديال الزيت يقدر يعوض، ولكن انا هكذا الزيت جوج معالق. وغادي نبدا نزيد في الطحين تدريجيا، نص تقريبا غيدي لي واحد 500 غرام ديال الطحين، ندير هكا بشوي بشوي نبدا نحرك. هنا غندير واحد معلقه صغيره ديال الملح ديال الخميره ديال الحلوى، حتى يتلقى لي اختياريه ديال الخميره تاع الحلوى، اللي مبغاش شي يديرها يقدر يستغنى عليها. تلقى لي كتسهل علينا بحال كيتسدلك. اللي بغى يدير شي قشره تاع الليمون ولا قشره تاع الحامض يقدر يدير.
شويه وغنحيدو الفوي غادي نديرو اليدين احسن. نجمعو هادشي هكذا بيدينا تنحصلو على عجينة عادية، ماشي شي عجينة تكون قاصحة ولا تكون مرخية، عجينة طبيعية. وغنخليوها تخمر، خاصها تخمر مزيان. باش ما في القلي ما تشربش لينا الزيت، الا ما كانتش خامرة بزاف كيتشرب لك الزيت، الحوايج ما تيكونوش خامرين. هاد العملية ساهلة إلا درتوها في الكوبو في العجانة. نحاولو نخلطو تنجمعو هاد العجينة اللي عندنا، ندخلو فيها شوية تاع الطحين اللي بقى. نديها هكذا شويه ونجيبها، من نديها هكذا واحد جوج دقائق شوف كيحصل العجينه هكذا بحال تاع الخبز عاديه. يلا البنات اللي ما تشوفش قولي راه ما شفتش والو. نحصل على هاد العجينة هكا وغنرجعوها نجيب واحد البلاستيك غذائي تاع الكوزينة. غادي نحطو عليها ونخليوها هكذا هكذا، وغنخليوها تقريبا واحد نص ساعة تتخمر ونطلقهم باش نشكلوها. شوفو العجينة ديالنا هي ملي خمرات هي متخمرات، شفتو باش نحيدو من هاد الهواء وغنصلحو شوية. نحاول نطلقها هكذا شوي باش ما تلصقش لينا.
شكرا نحصل عليه. شوفوا بحالاش بحال هكذا واحد تعلم الاطار اللي عندي. نحاول نطبع كل شيء اللي عندي. نحاول باش ما نضيعش. نجيب واحد البوق هكذا ولا غطايه ديال القرعه البوشون ديال القرعه. هاد الكويرات راه مكرمهمش غنقليهم حتى هما شوف كيجيو غزالين. تجينا راه خمرات دابا غنخليها عاوتاني واحد 10 ديال الدقائق حتى تنفخ. غنديرها دابا فواحد البلاطو ولا طاوه فاش ما بغينا خلوات خمر او خلوات خمر على خاطر تعاود طلع عاوتاني. بلا نحيد غير ديك الزياده العجينة ما كندلكوهاش كنعاودو نديرو لا غير هكا ونبغيو نسرحو غتخرج لينا عاوتاني واحد كمية واحدة اخرى. الكرات مغنرميهمش مغنعاودش نعجنهم غنطيبهم هكداك. شتو هادوك الدويورات لي الوسط نسيت ندرش الباكي في الطبسيل لقطاتهم الاولين. الزيت راه سخون دابا انا غادي نغلي هادوك اللبنيات. نحاول نقصو شويه العجين نخليهم هكذا شويه بليصه. شفتوا كيفاش كيطيب شي جوزيون؟ انا تنتعمد ما كنديروش غليظ بزاف كيجيني خاوي من الوسط.